واحد من أقوى الأسلحة النووية وأخطرها على الإطلاق، لا يمكن توقع موقعه أو مساره ولا يمكن ردعه. وقبل أن يصيب هدفه يغادر كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي، ثم ينقض مجددا. يحمل عشرات الرؤوس الحربية حرارية ونووية وهيدروجينية وبيولوجية، ويستطيع الوصول لكل شبر على سطح الأرض. العملاق الصيني الذي يجمع بين أحدث وأقوى تقنيات الصواريخ الحربية، صاروخ نووي انزلاقي، فرط صوتي، عابر للقارات، وشبحي. في هذه الحلقة المميزة من مارشال، نستعرض لك عزيزي المشاهد مراجعة تفصيلية لصاروخ عاصفة الشرق DF-41 الذي يرعب الولايات المتحدة وحلفائها. رأس الهرم DF-41 يعتبر الصاروخ الصيني في القوة العسكرية الصينية، ومن أهم عناصر الثالوث النووي الصيني. وأي دولة تفكر في الاعتداء على الصين أو تهديد مصالحها تحسب لهذا الصاروخ ألف حساب. وحتى هذه اللحظة أنفقت الولايات المتحدة المليارات من أجل التوصل لتقنية عسكرية قادرة على ردع هذا الصاروخ المخيف. رياح الشرق DF-41 كيف يفتك بأهدافه؟ بمقدور صاروخ عاصفة الشرق حمل 12 رأسا نوويا أو هيدروجينيا، وبكل تأكيد فإن الصاروخ يستطيع حمل رؤوس حرارية أو تقليدية. كما أن بعض المصادر الصينية قالت بأن بمقدور صاروخ DF-41 توليد انفجار نووي بقوة 1.2 مليون ميجاطن. وانفجار بقدرة 1.2 مليون ميجاطن كفيلة بإلحاق أضرار ليس فقط في الدولة التي سيدمرها بلا شك، وإنما سيضر بكافة أشكال الحياة على كوكب الأرض. وللعلم فإن القنبلة الأمريكية فاتمان التي ألقيت على مدينة ناغازاكي اليابانية بلغت قدرتها التدميرية 21.5 كيلوطن فقط، أي أن قدرة الصاروخ الصيني تفوق قدرة القنبلة الأمريكية بنحو 56 ضعفاً. ولو فرضنا سيناريو مهاجمة الصين لمدينة نيويورك الأمريكية بهذا الصاروخ، فإنها ستتحول إلى منطقة انبعاثات نووية ولن يدخلها جنس البشر لمئات السنين. لماذا تعجز الولايات المتحدة عن ردع DF-41؟ هذا الصاروخ الصيني لا يمكن ردعه بأي شكل من الأشكال، فعند إطلاقه لا يتوجه نحو هدفه مباشرة، وإنما يصعد بشكل عمودي ويخترق الغلاف الجوي للكرة الأرضية، ثم يعود بسرعة أعلى من 25 تجاه أهدافه. ولو تم اكتشافه، فلا صواريخ دفاعية حتى اليوم يمكنها بلوغ سرعته أو اللحاق به أو اعتراضه. وبحسب المعلومات التي وفرتها وسائل إعلام صينية، فإن الصاروخ يمكنه إطلاق رؤوسه الحربية بشكل متقطع وعلى أهداف متفرقة، ويمكنه العودة إلى موقع إطلاقه لاستخدامه مجدداً، في حين تبلغ مسافة الخطأ في إصابة أهدافه ما بين 55 متراً فقط، وهذه المسافة لا تدخل في معايير الدقة أو عدمها بالنسبة لهذه الأسلحة. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي. يبلغ طول الصاروخ 21 متراً وبعرض 2.25 متر وبوزن إجمالي يبلغ 81 طناً، ويتم نقل هذا العملاق وإطلاقه عبر عربة عسكرية خاصة به ذات 8 محاور تتضمن كابينة التشغيل ومنصة الإطلاق. يتم دفع هذا الصاروخ بثلاثة محركات تعمل بالوقود الصلب قادرة على نقل الصاروخ إلى طبقات الغلاف الجوي العليا للكرة الأرضية في مدة زمنية لا تتجاوز 11 دقيقة، والتحليق بسرعات تصل إلى 25 ماخ أي ما يعادل 30600 كيلومتر في الساعة. وتبقى المحركات في العمل إلى حين العودة إلى الغلاف الجوي مرة أخرى ووصولاً إلى الهدف. أما الرقم الصعب في هذا الحديث فيكمن في مدى الصاروخ الذي يصل إلى 16000 كيلومتر، مما يعني أنه قادر على ضرب أي موقع على سطح كوكب الأرض دون نقله خارج الحدود الصينية. دونغ فينغ كيف يرصد أهدافه بدقة مخيفة؟ يعتبر الجانب التقني الخاص بمحركات الصاروخ DF-41 أحد أكثر الجوانب سرية في المشروع الصيني،
أما عن التقنية الأخرى فيستخدم الصاروخ في الملاحة نظام القصور الذاتية، حيث يقوم كمبيوتر مدمج في هيكل الصاروخ بقراءة وتحليل البيانات الواردة من مستشعرات الحرارة والسرعة والارتفاع والتسارع والوزن وجيروسكوب التوازن بهدف تحديد موقعه بشكل تلقائي ودون أن يتم اعتراضه أو يتم التشويش عليه من قبل أنظمة الرادار أو طائرات الإنذار المبكر، كما يساعد هذا النظام في الحفاظ على أعلى دقة إصابة ممكنة. كما يستخدم نظام التموضع العالمي GPS إضافة لنظام اتصال وتوجيه عبر الأقمار الصناعية العسكرية الصينية، وأيضا من غير المعروف التقنية المستخدمة في هذا النظام. ويمتلك الصاروخ الصيني أجهزة استشعار الحركة INS وأجهزة استشعار الدوران والميلان جيروسكوب، وجميع هذه الأنظمة والمستشعرات مربوطة بحاسوب واحد مدمج في الصاروخ، ويمكن تعديل المعطيات والمدخلات من قبل فريق الإطلاق. دونغفينغ 41، كيف يعمي أعداءه؟ الحديث عن التخفي هنا من نوع آخر، ليس كما الحال في الطائرات الشبحية أو الرادارات العكسية أو أنواع الطلاء المشتت لموجات الرادار ولا أي من تلك التقنيات. فسرعة الصاروخ كما أسلفنا والتي تصل إلى 25 ماخ تتيح له العبور عبر موجات الرادار بسرعة هائلة، تمكنها من قطع المسافة بين الموجة والأخرى دون أن تصطدم به الموجة. وقبل أن تنعكس الموجة إلى مستقبل الرادار يكون الصاروخ قد قطع موجات أخرى أيضا، ما يعني أن أحدث الرادارات ستكتشف هدفا يظهر لثانية ويختفي لعدة ثوان، وبالنتيجة ستكون أحدث منظومة الدفاع الجوي في مواجهة هدف لا يمكن رؤيته أو تحديد موقعه أو توقع مساره، ومن المستحيل اللحاق به. وتعرف هذه التقنية باسم سحابة البلازما التي تحيط بالصاروخ نتيجة سرعته العالية. ولم ينتهي جانب التخفي عند هذا الحد، وإنما تم تزويد الصاروخ الصيني بأربعين رأساً متفجراً خداعياً تنطلق في فضاء العدو بشكل عشوائي لتشتيت وحدات الدفاع الجوي. هذه الرؤوس تحدث انفجارات نووية محدودة لتعطيل أنظمة الرادار الأرضية. للتوضيح، هذه الرؤوس الخداعية يطلقها الصاروخ بالتتابع قبل إطلاق الرؤوس النووية والبالغ عددها 12 رأساً، الأمر الذي يجعل من مهمة اعتراض الصاروخ من المستحيلات. مقارنة سريعة: يتفوق صاروخ DF-41 على منافسيه من الصانعين التقليديين روسيا والولايات المتحدة، حيث يتفوق على صاروخ مانتمان LGM-30 الأمريكي من حيث المدى بفارق 4500 كيلومتر لصالح الصاروخ الصيني، ويتفوق على الصاروخ الروسي ساتانا R-36 من حيث سرعة بفارق يصل إلى سرعة 22000 كيلومتر في الساعة لصالح الصاروخ الصيني، بينما يتفوق نظيره الروسي من حيث مداه البالغ 20000 كيلومتر. ويتفوق الصاروخ الصيني على كافة المنافسين في قدرته على التحليق بعيداً عن أي مخاطر تعيقه من بلوغ هدفه، إضافة لقدرته على حمل رؤوس متعددة ومتنوعة وقابلية استخدامه مرة ثانية وثالثة في مهام مشابهة. التاريخ التشغيلي: دخل صاروخ عاصفة الشرق في الخدمة مطلع العام 2015 بعد مروره في مراحل التصميم والتطوير والتجارب ضمن برنامج سري يعتقد أنه بدأ في العام 1992، وتشير تقارير غربية إلى أن الجيش الصيني يمتلك اليوم ترسانة قوامها 90 وحتى 100 صاروخ من هذا الطراز، وتصنف تلك التقارير هذه الترسانة كأخطر ترسانة نووية عالمياً متفوقة على المخزون النووي الروسي الذي يتجاوز 7500 رأس نووية متوزعين فوق الأرض وتحتها وفي مخازن القاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية. وبلا أي شك فإن صاروخاً بهذه القدرات والمزايا يفتح أعين الزبائن الطامحين لرفع تصنيف قواتهم ودعم أمن بلادهم، فكانت المملكة العربية السعودية أول المتقدمين في طلب شراء صاروخ عاصفة الشرق في العام 2018، ولم تتجلى نتيجة المفاوضات حتى اليوم. لكن بعض التسريبات تقول بأن الصين شرعت في إنتاج نسخة خاصة لصالح المملكة مطابقة تماماً للصاروخ المستخدم في القوات الصينية من حيث التقنيات والمواصفات والمحركات، ويختلف عنه من حيث الرؤوس الحربية والقدرة التدميرية.
كذلك الهند تقدمت بطلب لشراء ترخيص من الصين للسماح لها باستخدام التقنيات المستخدمة في الصاروخ DF-41، وقوبل الطلب الهندي بالرفض. ويبدو أن الصين ليست مستعدة في التخلي عن المركز الدفاعي الذي حققته لها منظومة دونغفينغ مهما كانت العروض والمغريات، ومن الممكن أن تقوم الصين لاحقا ببيع نسخ من هذه المنظومة بعد أن تقوم بتطوير نسخ خاصة بها. وأنت عزيزي المشاهد، ما تقييمك لقدرة الصاروخ الصيني العابر للقارات؟ وبرأيك هل يشكل خطرا وجوديا على أعداء الصين؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.